السلام ورحمة الله وبركاته. مع بعض في مادة تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال 2، وهنشتغل الجزء الثاني الخاص بالدوال المنطقية والمالية في الإكسل. عندي أولويات تنفيذ العمليات الحسابية داخل المعادلات في الإكسل. أول حاجة، لازم يتم تنفيذ الموجود داخل الأقواس من الداخل والخارج إلى الخارج. رقم 2، تنفيذ عمليات الضرب والقسمة من الشمال لليمين. رقم 3، تنفيذ عمليات الجمع والطرح من الشمال لليمين. في بعض الشروط اللي لازم ياخد بالنا منها عند استخدام المعادلات. أول حاجة، أن تكتب المعادلة باللغة الإنجليزية. 2، عدم ترك مسافة أو سبيس في المعادلة. 3، استخدام، لو أنا هستخدم كلمات عربية أو باللغة العربية لابد أن يتم وضعها بين علامتي تنصيص. آخر حاجة، لابد أن يكون عدد الأقواس اللي أنا فتحتها قد عدد الأقواس اللي هقفلها، يعني لو فتحت قوسين لازم يبقى قفلت قوسين. في بعض المعادلات والوظائف بتاعتها، في عندنا مجموعة معادلات الباينانس، دي الخاصة بمعادلات المال والاستثمار، معادلات الديت والتايم، المعادلات الخاصة بحساب الوقت والتاريخ، الحاجات الخاصة بالماس، ده الحل الرياضيات والمحددات والمصفات، الحاجات الخاصة بالستاتستيكال، الحاجات دي تعتبر خاصة بالتحليل الإحصائي. طبعا في بعض الحاجات التانية زي الإنجينيرينج اللي هي الحاجات الخاصة بالمعادلات الهندسية، وفي أنواع مختلفة طبعا تتنوع حسب استخدام كل مستخدم واحتياجاته. طبعا عندي في الدوال المنطقية في 6 دوال منطقية في الإكسل، اللي هما الآن يعني و، أور يعني أو، ترو اللي هي صح، فولس خطأ، نوت اللي هي النفي، قد إف اللي هي إف الشرطية. طبعا الأند، الدالة دي بتتوافر عند توافر الشروط الآتية. فمثلا لو عندنا حدثين، حدث اسمه A وحدث اسمه B، وعاوزين نطبق عليهم الدالة الخاصة بأند، فلو هو الحدث A true والحدث التاني true، يبقى الحدث A و B هيدينا برضو true. طب الحدث A لو هو true والحدث B لو هو false، هيدينا A و B و B هتبقى false. لو A false و B true، يبقى A و B false. لو A false و B false، يبقى A و B false. يبقى بالتالي هيبقى A و B بيبقوا true في حالة إذا كان الحدثين لازم يكونوا الاتنين true. أما لو هو واحد منهم false أو الاتنين false، لازم النتيجة النهائية هتديني برضو false. طب مثال على الكلام ده، لو أنا مثلا عندي A 15 و B 10، واكتب لي الفانكشن دي اللي هو equal and فتح براكت A1، طبعا A1 اهو الخلية A1 اللي هي 15، بيقول لي أكبر من أو يساوي 10، و B1 اللي هي الخلية B1 اللي هي ب10 أكبر من أو يساوي 10. طب الكلام ده معناه إن هو A1 true و B1 برضو الكلام ده بتاعها true، فترو وترو ادتني الناتج اللي هو موجود في كولم دي أو العمود دي اللي هو مديني باللون الأصفر ده اللي هو true. طب الحالة التانية، عندي N A2 أكبر من أو يساوي 10، طب هل هنا A2 أكبر من أو يساوي 10؟ أنا عندي A2 بكام؟ A2 5، طب هل هي كده أكبر من أو يساوي 10؟ لا، كده معناها إن هي false. طيب B2، أنا عندي B2 ب10، طب هو بيقول لي B2 أكبر من أو يساوي 10، طب الكلام ده true، يعني الأولانية false والتانية true، طب false وtrue يبقى الناتج النهائي false. طيب الحالة التالتة، عندي A3 بيقول لي ان هي اكبر من او يساوي 10، هل الكلام ده صح؟ اه طبعا true عشان هي بايه 15. طب B3 بيقول لي اكبر من او يساوي 10، هل الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا الكلام ده مش مظبوط عشان هو B3 اللي مديها لي ب8، يبقى الاولانيه true والثانيه false، يبقى الناتج النهائي false. اخر حاله اللي هي A4 اللي هو الناتج الاول، اللي هو بيقول لي A4 اكبر من او يساوي 10،
طبعا ده فورس، وبرده بي 4 اكبر من او يساوي 10 برده ده فورس، يعني الاولانيه فورس والثانيه فورس، يبقى النتيجه النهائيه فورس. طب الداله الثانيه اللي هي داله اور، دي النتائج بتاعتها بتيجي ازاي؟ بقول لك لو A true و B true يبقى A or B true. طب لو A true و B false يبقى A or B true. طب لو A false و B true يبقى A or B true. طب لو A false و B false يبقى A or B false. يعني معنى الكلام ده ان هو الناتج بيبقى في جميع الاحوال true ما عدا إذا كان A false و B false، فبالتالي يبقى A or B يبقى false. تمرين برضو على الكلام ده يقول لي or A1 أكبر من أو يساوي 10 و B1 أكبر من أو يساوي 10. طبعا كده معناها الأولانية فعلا true والتانية true، فالناتج بتاعنا true. طيب الحالة التانية بيقول لي or A2 أكبر من أو يساوي 10، الكلام ده مش مظبوط. طب B2 أكبر من أو يساوي 10، طب الكلام ده true. يبقى هنا الحالة الأولى أو الناتج الأول false والناتج الثاني true، يبقى false and or true or true، يبقى الناتج النهائي true. طب الحالة الثانية بيقول لك or A3 أكبر من أو يساوي 10، طبعا ده true، و B3 أكبر من أو يساوي 10 ده false، يبقى true or false، يبقى الناتج النهائي true. آخر حالة or A4 أكبر من أو يساوي 10، ده كده false، و B4 أكبر من أو يساوي 10 برضو false، يبقى false or false، يبقى الناتج النهائي false. كمان عندنا قاعدة if، دي بتستخدم مع الأسئلة ذات إجابتين حتميتين، يعني الإجابة الأولى نعم إذا توفر شرط ما، والإجابة الثانية لا إذا لم يتوفر هذا الشرط. وأقصى عدد من الشروط يمكن إن إحنا نكتبه هو 8 شروط. طب مثال، لو أنا متدخل لي بعض القيم في برنامج الإكسل وكتبنا معادلات كما بالشكل التالي، لو هو هنا مديك أول واحدة اللي هو بيقول لي F A2 أصغر من أو يساوي 100، واكتب لي سوري لو يعني يقول لك سوري وبعدين في علامتين تنصيص وبعدين جو علامتين تنصيص. ايه الكلام ده معناه ايه؟ معناه بيقول لك لو A2 أصغر من أو يساوي 100، لو الكلام ده تحقق، لو الكلام ده تحقق اكتب لي النتيجة الأولانية أو الكلمة الأولانية اللي هي سوري. طب لو ما كانش متحقق اكتب لي الكلمة التانية اللي هي جو. طبعا احنا لو بصينا على A2، A2 هنا ب 99، هي فعلا يعني معناها ان هي اقل من او يساوي 100، وبالتالي احنا كتبنا سوري ولا جو؟ كتبنا سوري عشان دي النتيجه الاولى اللي اتحقق فيها الشرط. طب الكيس اللي بعديها بيقول لي if A3 اصغر من او يساوي 100، طب هل A3 اصغر من او يساوي 100؟ لا طبعا. يبقى هل احنا كده نشتغل على النتيجه الاولانيه ولا النتيجه الثانيه؟ برافو، احنا كده نشتغل على النتيجه الثانيه. يعني هشتغل على اي نتيجه اللي هي مكتوب فيها ايه؟ sum من C2 الى C6. طب اجمع لي كده من C2 الى C6 اللي هي الارقام اللي هي 5 زائد 10 زائد 6 زائد 4 زائد 5 اللي هي من C2 الى C6، لو جمعتهم هيديني الناتج 30، ده الناتج اللي انا كتبته في الخليه E3. طبعا هنا الكيس اللي بعد كده يقول لي if A4 اصغر من او يساوي 100، طب هل A4 أصغر من أو يساوي 100؟ أه فعلا. طب في الحالة دي هكتب الأولانية ولا التانية؟ تمام، هكتب الأولانية اللي هي فيها إيه؟ sum B2 إلى B6، فهعمل sum من B2 إلى B6، يعني B2 اللي هي 20 زائد 50 زائد 60 زائد 80 زائد 90، لو جمعناهم هيديني 300. الحالة اللي بعديها بيقول لك if A5 أصغر من أو يساوي 100، طب لو A5 أصغر من 100، هي فعلا أصغر من 100، يبقى تحقق الحالة الأولانية اللي هي B2 minus C2. طب B2 اللي هي 20 minus C2 اللي هي 5، 20 ناقص 5 اللي هي 15، وده اللي مكتوبة في الناتج اللي هو E5. اللي بعديها بيقول لي and A6 أكبر من 5 و A6 أصغر من 50،
هل a6 اكبر من 5؟ a6 اكبر طبعا من 5 يبقى ده true. طب واللي بعديها a6 اصغر من 50، هل ال a6 اصغر من 50؟ لا يبقى false، يعني الاولانيه true والثانيه false. قلنا لو في حاله الاند والاولانيه الناتج الاولاني true والثاني false يبقى الناتج النهائي false. طيب عندنا برضو الحاله اللي بعديها اللي هي قبل الاخيره، بيقول لي ان a7 اكبر من 5، اه فعلا a7 اكبر من 5. طب وb7 اصغر من 50، وb7 برضو اصغر من 50، يعني true في true، true and true يبقى الناتج النهائي true. اخر حاله بيقول لي if، اذا كان and a8 اكبر من 5 هيتحقق و a6 اصغر من 50. لو اتحقق الكلام ده اكتب لي thank you، لو ما اتحققش اكتب لي sorry. طبعا لو شفنا الارقام اللي عندنا هتلاقي ان هو ما اتحققش، وبالتالي كتبت الناتج النهائي اللي هو عندي الخليه e8 بكلمه